قطار حياة كريمة منذ انطلاقه ووزارة الداخلية تشارك بفعالية في كل محطاته تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بتوزيع مساعدات عينية وتقديم خدمات أمنية جماهيرية وتوفير خدمات طبية في القرى والأحياء والمناطق الحضرية الجديدة والمناطق النائية. نحن اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. وفي إطار مواصلة تلك الفعاليات أوفدت الوزارة قافلة خدمات طبية متنوعة التخصصات إلى محافظة البحر الأحمر، استهدفت بها قاطني عدد من المدن بالمحافظة بخاصة تلك التي تقع في أطرافها البعيدة شمالاً وجنوباً. وقام أطباء القافلة بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وصاحب تلك القافلة توزيع مساعدات عينية على الأهالي هناك. شعب وقيادة وشرطة، إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. وإلى أسوان في أقصى الجنوب وجهت وزارة الداخلية قافلة مماثلة من الخدمات الطبية لدعم الخدمة الصحية في عدد من مناطقها النائية وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين هناك بالمجان، كما تم تجهيز أماكن مخصصة لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية والتأكيد على التكافل الاجتماعي الذي تليه وزارة الداخلية أهمية كبيرة، وهو ما لاقى استحسان المواطنين وتأكيدهم على هذا الدور الإنساني الذي تقوم به الوزارة لرفع الأعباء عنهم. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. بني سويف كانت وجهة لقافلة أعدتها وزارة الداخلية لتقديم خدمات قطاع الأحوال المدنية لقاطني القرى النائية هناك. الخدمة قدمت من خلال سيارات الأحوال المدنية المجهزة لهذا الغرض وتعمل بالطاقة الشمسية، وشهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للحصول على مصدرات قطاع الأحوال المدنية، حيث وفر وجود تلك القافلة عليهم مشقة التوجه إلى مراكز المحافظة البعيدة للحصول على تلك الخدمات. شعب وقيادة وشرطة، احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، ونبقى جنبك للنهاية. وتستمر القوافل الإنسانية والخدمية التي توجهها وزارة الداخلية لتشمل محافظات جديدة في تأكيد على أن الوزارة تسعى إلى تقديم الدعم والمساندة لكافة أفراد المجتمع حتى يحصلوا على مبتغاهم في حياة كريمة تؤمنها الدولة لهم بكافة أجهزتها.